برنامج سيمافرو بيستمر هيك اليوم القيامة ولا المفروض بيوقف؟ المفروض فيه صح؟ زي أي برنامج في العالم شو يوقف صح؟ ديمقراطية كلمة يونانية معناها ديمقراسي، ديمقراسي الدهماء على الكراسي. لا لا، مش معناها الدهماء على الكراسي، معناها حكم الشعب. كراتوس حكم وديموس شعب، ديموس كراتوس حكم الشعب. والمصطلح طلع في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا، وكان المفروض يخلي الشعب كله يحكم زي ما واضح من الاسم يعني. لكن اللي صار عندهم إن اللي كانوا ينتخبوا وقتها الأحرار بس، العبيد لا. العبيد هذو من الشعب ولا مش من الشعب؟ لكن خليك من العبيد. النساء ما كانوش ينتخبوا النساء. أنا عارف عزيزي المشاهد أكيد عجباتك أنت الفكرة، غير المدام بحداك مش قادر تعبر. لكن بصفة عامة الديمقراطية في أثينا كانت هي البدايات. هو راهو لو بيجي الحق كان في قبلها ديمقراطية في الهند في القرن السادس قبل الميلاد في منطقة اسمها مهاجانا باداس. باهي اللي حفظت الاسم. تعريف الديمقراطية حيدخلنا في جدل فلسفي زي ما يقول أستاذ العلوم السياسية تشارلز بلاتبيرغ في كتابه اللي ما نعرفش نقرأ عنوانه بالإنجليزي، تفضل أقرأه أنت كان كفالحة وموجود على الشاشة. لكن ترجمة العنوان من التعددية إلى السياسات الوطنية. احنا صح مرات ما نقدروش نعرف الديمقراطية بالضبط، لكن احنا متفقين إن من أهم ركائزها التداول السلمي على السلطة وإن كل الناس سواسية قدام القانون. التداول السلمي يعني انتخابات وناس تختار الأصلح. هو صح مرات يطلع لك واحد زي ترامب ينغر ويقول الانتخابات مزورة وأنا قاعد هنا، وأصلا في الواقع راهو لو ما كنتش واحد من الحزبين الكبار في أمريكا أنسى موضوع الرئاسة. وممكن يصير لك بالديمقراطية زي روسيا، بوتين مدفيديف مدفيديف بوتين بوتين مدفيديف، ولا يطلع واحد زي كيم يونغ المشدق ذاك بتاع كوريا الشمالية. عندك حق، حتى أنا بشدوقي مفروض ما نعيبش على الناس يعني. لكن كيم يونغ ديما يربح بنسبة 100%، حتى حسني مبارك زمان 99%. يعني هم طغاة وديكتاتوريين لكن شكلها من برا هكي ديمقراطية، ما عندهمش اللي يدير هكي. ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. هذا جاب من الأخير من زليز بكل، ولما ما عدل عليه حد جاب جيش مخلط أفارقة وفرنسيس ومصريين وفاغنر، الفاغنر اللي قاعدين يحشدوا لي أمس بالمناسبة وقاعدين يجيبوا في سلاح وطيارات، وجاب تمويل إماراتي وسعودي ومساعدات صهيونية وأردنية وهجم على العاصمة. وقعدوا جماعة مضاحك اللي لابد ورازيتونا واللي راكب في الحافلة بصاكول بودري واللي شفشفوه التريس ومات في سبيل المشير يعيش. كل النماذج هذه موجودة في العالم، لكن نموذج السياسيين اللي تجيبهم ستيفاني ويليامز تشد لهم الشبشب وتقولهم وقعوا على الاتفاق وتقرر لهم منو بيحكم وشكل الحكم، لا وتقرر لهم حتى من يشارك ومن ما يشاركش، هذه بصراحة بدعة. عمر حافظ حفظ، هذه بدعة سياسية جديدة. هي الحق مش جديدة هالبرا، وزمان دارها كوبلر وقبلها ليون، رفعوا جماعة للصخيرات والحمد لله الأمور بدت مليحة. حفتر طلع بجرة قلم وشفنا التطوير في جنوب طرابلس، والشباب طموحاتهم وأحلامهم تحققت كلها، والأزمات اختفت. مباركة الصخيرات هذه. ولهذا لأن الصخيرات مباركة قرروا يكرروا نفس الخطوات في تونس. وبالله يفقونا منكم أنتم جماعة التناصح المعرقلين والمؤزمين، ما تبوش الخير للبلاد يعني. شو المشكلة لو شفتوا حفتر وزير دفاع ولا صدام ولده قائد عام بالجيش وطرابلس تبدأ زي بنغازي؟ كيف؟ خيرها بنغازي؟ لا هذا موضوع طويل، تعال لي بعد الفاصل. صار قلت لي خيرها بنغازي. في بنغازي يا سيدي من سيد اغتالوا حنان البرعصي. حنان البرعصي المحامية متاع ما ترفعش عصاك عليا، تتذكروها لما داروا مظاهرة في بنغازي وقعدوا يسوقوا في الناس بالعصي زي العصافير. حنان البرعصي اتهمت جهات أمنية يعني الجيش والشرطة، اتهمتهم انهم يعذبوا في النساء ويغتصبوا فيهم. فأمس جت مجموعة مسلحة ورموا عليها في شارع 20 في عز النهار. الناس اللي تعرف بنغازي يعرفوا ان شارع 20 هذا شارع رئيسي كبير في بنغازي، مش مجرد زنقة مستخطية ولا حاجة. شكون اغتال حنان؟ ترى الفيديو الاخير اللي قبل اغتيالها على شكون تكلمت؟ لكن يا مشير رأيي ورأي الشارع، لحنا ما نبوش حكم العائلة. قال لك يا مشير كان الكتائب كيف ما يقولوا ماسك الصدام وخالد ويوقعوا على مصير الجيش يوقعوا على لا والله لا خذها من هناك توجعك توجعك يا مشير لا والله كيف واحد يقول تحكي على صدام يحطك في الكنيسة كيف
ما عنديش قبيلة، ما عنديش وطن. على صدام حفتر اللي تخافوا تحكوا عليه اللي ترعشوك. ولا خاف من حفتر ولا خاف من صدام. كيف ما عنده تخافوا من حفتر ومن صدام. يا مشير قالوا لي صدام حفتر كان دويتي عليه تو يعزف الكنائس. يا باي يا باي خفت خفتنا، خفت يا صدام خفتنا. الباين وصلت في اللحم الحي المرة هذه. كرامة يسي. عموما حنان البرعصي اغتيلت، والغريب ان لو تشوفوا الناس اللي واقفين حول جثمانها ما فيهمش ولا واحد يتكلم. عارفين الجو متاع معقولة يقتلوا فنسوين؟ كيف كيف يصير هيك؟ الجو هذا مش موجود بكل، واقفين ساكتين كأن على رؤوسهم الطير. ممكن احتراما لحرمة الموت، وممكن لأن ما فيهمش واحد يقدر يعلق لين يعرف شكون اغتالها. حنان البرعصي اغتيلت زي ما اغتيلت سلوى أبو عقيص وعبد السلام المسماري رحمة الله عليهم، وما نعرفوش من اللي اغتالهم، زي ما ما نعرفوش من اغتال الشيخ نادر العمراني رحمة الله عليه. قال لكم طلل من زمان ما فيش حرية تعبير في برقة، ومع هذا ما زال هالبناس مقتنعين إن ميليشيات حفتر كانت جايبت لنا الأمان. صفحة حوادث بنغازي قالوا إنهم عرفوا أسماء 3 أفراد من الشرطة من جماعة البحث الجنائي مصورينهم وهم يخنبوا في الناس عيني عينك، استيقافات وشرطة مشط. الفنان فرج عبد الكريم بودراع زبطينا كلكم، خش للمستشفى ما لقاش حد، لا دكاترة لا ممرضين لا إداريين، حتى ذاك اللي ديما في الباب يقول لك وين ماشي مهناش، صور مقطع فيديو وحطها على صفحته. ولأن بنغازي أمن وأمان والشرطة في خدمة الشعب اعتقلوا فرج عبد الكريم وحقوا معاه وبهدلوه بعدين طلقوه الحمد لله. تو واحد مش فاهم زيك يقول لي المفروض يحاسبوا المستشفى، لا هذا لأنك ماكش فاهم، لأن والله ما نعرف لأن شنو بالضبط، لكن أكيد أنت ما تفهمش أكثر من الشرطة. وتوه بيطلع لي واحد يتفلسف ويقول هذه سياسة معروفة لتكميم الأفواه، وباش التانيين معادش يدوا على السلبيات زي ما واقفين حول جثمان حنان البرعصي ومش قادرين يدوا. لكن اللي يقول هيك واضح إنه هو إخواني، واضح يشجع في الأرجنتين ومانشستر على رأي مطلل. الحصيل وبرقة رضى عليها سيدي دريس، عندهم أمن وجيش وحريات، حتى فيضانات البيضة خلصهم السراج 10 مليون، ربي يسلم أهلنا في البيضة. لكن حتى جنوب طرابلس راهو صاروا فيها فيضانات، ما تفكرتش النازحين اللي حياشهم تدمرت بحويجة في طريقك يا سيادة الرئيس، الأحياش والمدارس وأرزاق الناس وسياراتها وأثاثها وسيارات أرجنتينها، والله صيانة حياشنا كسرت لنا ظهورنا. لكن عادي أنا شخصيا جيب لي سيارة الأرجنتين بس ومسامح في الباقي. قبل ما نخصم في خبر مش مهم وما لناش بيها علاقة غير أن دوتي هلبة، في حرب بين أرمينيا وأذربيجان زي ما تعرفوا، أذربيجان انتصرت بمساعدة تركيا، استعادت أراضي كانت أرمينيا محتلتها من فترة طويلة، مشوا لجنيف وقعوا اتفاق، لا ما قالوا لهمش أوقفوا عن سرت، ممكن لأن ما عندهمش معتيق. الاتفاق يقول أن الأراضي اللي أخذتها أرمينيا تقعد عندها. علاش؟ لأنها انتصرت، واضح المنتصر هو اللي يحط الشروط مش ستيفاني ويليامز. تصبح على خير.